هسألك 5 أسئلة وبعد كده تشوف لي أقرب صاحب ليك أو أي حد قريب منك وتكلمه ونشوف نفس الإجابات دي ولا لأ. تمام. بتروح تلعب خماسي ولا بطلت تلعب خالص؟ لا بطلت، بدأت شوية بعد ما يعني أول ما بطلت كنت شغال وكده، بعد كده ما حسيت إن أنا ظهري ابتدى يوجعني كنت روحت كشفت وعرفت إن أنا عندي مشاكل في ظهري فبطلت حتى الخماسي خالص. لو ما كنتش لاعب كورة كنت هتشتغل إيه؟ كنت هشتغل اي حاجه، كنت هشتغل بشهادتي بقى، يعني هشتغل بقى محاسب بقى في بنك كده. هتقدم برامج مقالب؟ وما اقدمش ليه؟ كانت تجربه بالنسبه لي حبيتها والله اعلم، يمكن في الوقت الحالي ما ينفعش او صعب. طب ليه ما تعملش كده تاني في رمضان؟ قدام شويه ممكن افكر في الموضوع ده. ممكن تقرر الاعتزال الاعلام وتركز في التدريب ولا لا؟ لا لا، تدريب ما اعتقدش، يعني ما اعتقدش ان انا ممكن ابقى موجود في. محتاج كورسات وتحضير اكتر من كده؟ ما اعرفش، ما بحسش انها دماغي، يعني من زمان، يعني كل شويه اقول يمكن الوضع يتغير يمكن الوضع يتغير، بس هو لحد دلوقتي لسه ما اتغيرش يعني، فخلاص بقى ما اعتقدش يعني. مين اللي ممكن تديله كارت الفيزا بتاعك وانت مطمن؟ لا، كارت الفيزا ممكن مراتي، عيالي. طيب قوي والله اخويا. لا 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 عادي، لا لا عادي عادي. طيب مع مراتي وعيالي واخويا وصاحبي، يعني ليا اصحاب معينه مثلا منهم واحد قريب عادي برضو بياخد ومفيش مشكله، لو في اي حاجه عايزين نتصرف في اي حاجه يبقى ما فيش مشكله. والله انت طيب. الكوره خسرتك اصحاب قبل كده ولا لا؟ طبعا الكرة بتخسر طبعا، يعني الكرة زي ما بتقرب في اوقات معينه بتخسر في اوقات. التعصب اللي بيخسر اكتر من الكرة؟ والله بس يعني الكرة بتجمع وبتخسر، مفيش مشكله. خسرت حد مهم عزيز عليك قوي؟ والله اكيد انا ما بتضايقش غير على العزيز، العزيز هو اللي اتزعل، اللي بيعلم. اللي بيعلم. اولادك اهلاويه ولا زملكاويه؟ تاني انت وانت خلصت مني هتدخليني في اولادي؟ لا، اولادي العيله كلها اهلاويه. اهلاويه اهلاويه. هتكلم مين دلوقتي؟ كلم عمرو. عمرو صاحبك؟ يلا بينا كلم عمرو. اطلب، طلع موبايلك واطلبه وقول ان انت على الهواء ببرنامج حبر سري وان احنا هنساله. ماشي، افتح السبيكر. السبيكر كمان؟ كمان. ايوه، حط الموبايل كده عند المايك. ايوه. الو الو، ازيك يا نجم النجوم؟ عامل ايه؟ ازيك يا عمرو؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الاخبار كله تمام؟ كله تمام يا حبيبي، انت عامل ايه وصحتك عامله ايه؟ والله تمام. طب عمرو، بص يا عمرو، انا في برنامج دلوقتي وفي فقره بتقول ان يعني انا اتسالت كذا سؤال، فانا المفروض بجاوب عليهم وجاوبت اوريدي عليهم، وبعدين انا بكلمك علشان يسالوك برضو نفس الاسئله ويشوف لو انت بتتكلم كلام قريب من اللي انا قلته يبقى احنا فعلا ما قتلناهاش، انما لو قلنا كلام مختلف يبقى احنا اللي قتلناها. موضوع هنا مكبرينه قوي زياده عن اللزوم، بس يعني يا عمرو ازيك؟ تمام الحمد لله. ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. هسألك 5 أسئلة واشوف اجابتك زي اجابة بركات ولا لا. كتير قوي. ماشي يلا، معلش استحمل معانا شوية. بركات ماشي. بيروح يلعب خماسي ولا بطل خلاص؟ لا بطل خلاص، كان بيلعب في الاول بقى كده بطل. صح. لو ما كانش لاعب كورة كان هيحب يشتغل ايه؟ اعتقد يعني كان ممكن يا اعلامي يا ممثل. اول هتشتغل؟ ماشي يلا تمشي. هي تمشي. ممكن يقرر اعتزال الاعلام ويركز في التدريب ولا لا؟ وردة، بس انا يعني هو تقريبا يعني في الاعلام احسن. هي تمشي برضه، هي تمشي. اسمعك، هي تمشي. بص هو خد القرار وقال لك هي وردة بس ايه، بس هو في الاعلام بين البنين. يلا مش هزعل. هتمشي. مين اللي ممكن يديله كارت الفيزا بتاعته وهو مطمن عادي؟ هي تمشي. يعني هو يعني هو بيديني انا الكارت. ايوه.
ممكن يدينا الكارت وبيدي احمد اخوه، ممكن مراته. خلاص خلاص يا ابني، احنا مش محتاجين اكتر من كده. انت بص يعني انت خلاص خلاص والله مش عارف من غير الكارت خالص. اول مره ابقى مبسوط ان انت في يوم من الايام يعني كنت صديقي كده يعني. ده شرف ليا، كنت بتشرف لا ليا. لا لا وخد بالك، احنا خلاص بقى، احنا بعد كده. لا ايه لسه لسه فاضل سؤالين. سؤالين ايه انت؟ اصبر، الكوره خسرته اصحابه ولا لا؟ خسرته اصحابه ولا اكيد يعني، بحكم اللي هو كان بيلعب وكان يعني ومعسكرات وتمارين وكده، فاكيد خسرته في يوم من الايام حد من صحابه. طب ولاده اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا اكيد اهلاويه طبعا يا ابني. انت قال انت عليك انت خدت ايه؟ على فكره انا بهدي النفوس بس. والله العظيم انا كنت عارف انك مش هتستر، مش عارف ليه عمرك ما سترتني، بس انت اول مره تسترني، مش عارف ايه. ما هتلاقيك محضر لي مصيبه، هتلاقيك محضر لي مصيبه. حبيبي عينك. ماشي يا عمور، شكرا يا عمرو. يلا يعني صاحبك يا تمشي. لا هو قال كل الكلام اللي انا تمشي يعني مشيت يعني. انا هو ماشي لك اجابتين بمزاجي. بس لا بس 50 50 50 بمزاجي ماشيهم لك 50. ربنا يخليك ليه. يلا خلصنا صاحبك على عيب، ودلوقتي اخر فقره معايا مالكش عزيز. طب ما نمشي مبسوطين اهو، وعمره قال كل حاجه، وليه نخش الفقره الاخيره اللي ممكن تزعلنا من بعض دي؟ لا ربنا ما يجيب زعل. ماشي.